إذن دكتور كمال، فكرة أنه يكون هناك قيادة وطنية من الداخل هذا واقعيا صعب أنه يتحقق في ظل القمع الموجود والاعتقالات والقتل وما يحدث والكل يرى. والله الحقيقة اللي أنا شايفها قدامي وأيضا من دراسة التاريخ الواسع ومرورا بالتجارب اللي اتكلم عليها الأستاذ ياسر، إن أنا شايف إن القيادة الوطنية لابد أن تكون من الداخل وقيادة شريفة ونظيفة. وأنا لا أريد أن أتحدث عن أسماء، وأقول للأخ ياسر الإنسان أيضا عفة اللسان مهمة، كون إننا نجلس نتشاتم لازم نخرج، لأن ده جزء من الصراع، والذي يؤدي النصيحة ليس بمجرم يا أستاذ ياسر. لا لا لا، بتكلم على النظام المجرم. واللي ينزل الانتخاب ويقول لا ليس بمجرم، فأنت تصف هذا بالجريمة وهذا بالجريمة. أولا ربنا يحفظك ويحفظ أسرتك ويحفظ كل ما لك وما إلى ذلك، وتشارك في ثورة جديدة. أنا بقول لكش لا، إنما أنا شايف إن في ناس بتحلم حلما يؤدي بها إلى اليأس، وابترت صورة سوداء في كل شيء، وبتحلم أحلام أكبر من قدرتها. أنا مش عايز أحلم أحلام أكبر من قدرتي، وشايف إن الشعب المصري هي القيادة اللي موجودة في اسطنبول هي اللي عملت الثورة يا أستاذ. لا خالص طبعا، بالعكس ساهمت بشكل مباشر في تضييعها. أنا من أمريكا للمصريين، إنما الشعب المصري فيه وفي وطنية. جميل يا دكتور، أعتقد أنه كثير من الناس ربما تتفق معك يا دكتور كمال في أنه يجب أن تكون قيادة من الداخل، ولكن هل ده يمكن أن يتحقق في ظل الوضع الحالي حاليا؟ يمكن يعني سامع أنا دكتور يحيى الأساس في غيره وغيره وغيره من الأشخاص. والله العظيم متحقق. طب إزاي يا دكتور؟ قول لنا إزاي. طيب خليني ما أنا بقول لك، هناك أشياء الآن لا أتكلم فيها، والله العظيم متحقق يا أستاذ. وأنا أقول للدكتور حاجة، اي حد في مصر يتصدر لقياده الحراك الثوري تمام، مش اي شيء تاني، انا اول واحد من الناس من هنا بعلنها مسبقا بدون ما اعرف هو مين، انا معاه. انا مش انا بس طيبين وناس افاضل وناس وطنيين، وياما نطحوا وياما كانوا قريبين. يا دكتور كمال، اعتقد انه لا احد ينكر ان مصر ولاده وان بالداخل هناك كثير من الوطنيين، ولكن هل يمكن أن يتنفسوا في ظل وجود النظام الحالي؟ يعني من يعارض فقط يتم حبسه. هذا ما أقدر أقول لك، ما سد الليل. نعم. أولا سمعنا ما كانش قيادة وطنية. لا خالص. ربنا ينجيه وظلم. بدي مثال. ربنا ينجيه وظلم. نعم. وغيره ما كانوش قيادات وطنية. لا أنا بتكلم على الدكتور يحيى عزاز وغيره. دكتور وغيره لم يكونوا سواء. يعني هو من باب أولا القيادة الوطنية هيسجنوهم ربما يقتلوهم أو يغتلوهم. يا سيدي ما احنا متفقين إن ما فيش عمل يتم إلا بنوع من التضحيات. نعم. ولكن السلامة والبحث عن السلامة ضروري. كويس. والعقل ضروري في قيادة الثورة أو الحراك الشعب المطلوب. العقل مطلوب ايضا. نعم. يعني ده عمل مش هيتم على التليفون ولا في الاستوديو، ده عمل يحتاج تخطيط وتدريب وتعليم. نعم. وحتى اللغة الجميلة اللي الناس تتكلم بيها جزء من حيازة ثقة الشعب. نعم. انما اللي قاعد يشتم على طول ده مجرم وقاتل و صليبي وصهيوني. يا عم الحاج خلي هناك امل للناس ايضا تتحرك، قول لهم كلمه. طيب مبدئيا لكل مقام مقال. حضرتك يا دكتور، انا شاعر يعني عارف ازاي انتقي كلامي في وقته. لكل مقام مقال. لما ينفع النهارده اجي اقول على نظام السيسي النظام الغير عادل وهو نظام مجرم ومن يتعاون معه مجرم مثله، اجرمه جرائم كأفعال مش كصفات. أنا ماليش علاقة بالصفة، أنا لي علاقة بالفعل. ده الفعل ده فعل إجرامي ولا فعل وطني؟ بيع تيران وصنافير جريمة ولا مش جريمة؟ لا جريمة. طب المرتكبها مجرم والمعاول ليه مجرم، والمسميات لما تطلق على غيرك عن جهل يا أستاذ ياسر، غيرك عن جهل لا يرى إنها جريمة. يا سيدي الفاضل، الجهل لا يعفي من الذنب. لا يعفي من الذنب. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
انما الجهل ليس خطأ، وده خطأ يا سيدي. الخطأ اللي هو يعني ايه اللي غير مقصود، ان انا اعمل حاجه وبعدين ادرك ان ده خطأ فخلاص، زي القتل الخطأ على سبيل المثال. يعني يا اخي ياسر، لا تتخيل انك ما فيش حد غير كلامك، او عقل غير عقلك، لا لا او خالص. فكر غير فكرك. ده شعب مصري 100 مليون الحق، محتاج نفكر بعقليه جديده. ده من ضمن النجاح في ثوره قادمه، في مسلمات أو على الشعب القادم. في مسلمات لا تحتمل الخلاف يا دكتور، في مسلمات زي مثلا على سبيل المثال تسليم ارض مصر او بيع النيل او وهكذا، حاجات زي كده ربنا يبارك، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك وينصركم، ربنا يبارك، وتقيموا العداله في الارض كلها. ولا جماعة على فكره بتكلم شخص، يعني انا شخص محسوب على نفسي فقط لا غير، والجميع يعلم انت ومن معك او من يرى رؤيتك ما فيش مشكله. يا رب ربنا ينصركم ويبارك في جهودكم ويتقبل منكم. انما انا بقول لك اللغه، اللسان العام كويس، لا يجلس عند الشتائم. صحيح، ما نستحقه. صحيح، انا معاك. ده دين، ده جزء من الدين بقى، مش بكلمك، ده جزء من الدين. صحيح، تمام. طيب يا دكتور، طيب على كل يعني ربما تجتمع الآراء على أن يكون هناك ثورة لتصحيح الأوضاع في مصر ولعودة مصر إلى أهلها، ولكن بأساليب متعددة وربما بوجهات نظر متعددة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور كمال هلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، شكرا جزيلا لوجودك معنا.